فيها لن تسد حاجه الكهرباء بتجهيز الكهرباء. يعني شنو؟ احنا بننسى ان ايش قد نحتاج بذروه الاحمال الصيفيه، قلنا 34 الف ميجا وات. تمام، احنا طموحنا وخطتنا عملنا على تحقيق معدل استقرار حمل 24، مما يعني اكو نقص بالطاقه لن نستطيع بمواكبه الطلب عباره عن 10000 ميجا وات. يعني ال 24 الف ميجا وات كنا نعمل بالتجهيز خلال الصيف ان تكون من 14 الى 16 ساعه، وهذا ما تمكنا، وحكينا بواقعيه بمجلس الوزراء وامام السيد رئيس الوزراء وحتى امام البرلمان. بالتالي ال 24 الف اصلا هي منقوصه 10000 ميجا وات عن تسدي الحاجه، مضاف الى ان ال 24 نزلت 7000 ميجا وات بسبب شح الغاز الايراني، نقصان اطلاقاته، بسبب عدم كفايه الغاز الوطني، بسبب توقف الخطوط بس الايرانيه. بس عدم كفايه الغاز الوطني، هذا يعني عندكم مشكله اليوم وزاره النفط كما كانت بالحكومات السابقه؟ ما هي هي اصلا المشكله متراكمه، اللي 20 سنه كان غازنا غير مستغل. انا اعلم ان السيد رئيس الوزراء ووزاره النفط الحاليه اليوم حطت بخطه اولوياتها، بجمله اولوياتها، استغلال حقول مشكله الغاز. بين الكهرباء والنفط مثل ما لا مشكله حاليا ماكو، بالعكس اكو تنسيق بين الوزيرين، اصلا التنسيق عالي هذه المره، والغرفه عمليات مشتركه ودامت الانعقاد، والاخوه بوزاره النفط يجتهدون لسد حاجه الكهرباء. المعضله وين؟ شوف الست سحر، انا دائما اقول الخطا مو ان تستورد الغاز، اليوم دول عظمى تستورد الغاز كالمانيا وغيرها، الخطا ان غاز يحترق وانا استورد غاز. تمام؟ بالتالي نقصان الغاز الوطني وعدم كفايته لان ما مستغل حقول الغاز بالكامل. نقصان الغاز المورد بسبب عدم طبعا لقطع من الجانب الايراني لعدم وصول الاموال اللي هي اصلا مدفوعه من الكهرباء بالتي بي اي. اخونا ابو التي بي اي ليش ما توصل الاموال للجانب الايراني؟ قال عليهم عقوبات امريكيه، كل مصارفهم بالبلاك ليست، ما اقدر اوصل الاموال. الجانب الايراني ليش قطعتوا علينا بامس الحاجه؟ يعني اليوم الديون وليش الجانب الايراني كل تموز يتذكر؟ شوف احنا من جمله ما طرحناه واللي حاول اليوم ان يعني نشعر به الحكومه وهي متفهمه، وربما بعد ساعات يصدر بيان يخص الجهد الدبلوماسي بهذا الموضوع. يعني يخص انه مثل ما اكو قواسم مشتركه واكو عمل مشترك ما بين دول الجوار والاشقاء، كنت تتحملني انا من يصير عندي تحديات وظروف قاهره. الجانب الايراني ليش يتذكر؟ احنا سالناه وقلنا اخوان هذا الموضوع، موضوع الديون الايرانيه ما صار اكثر من 7 8 9 سنوات، ليش بالتحديد؟ هسه كان عبرتونا عقل ذروه احمال الصيف. هسه باقل تقدير كان عبرنا ال 40، زياره ال 40. الاماره من استقال، شنو كانت السبب؟ الوزير اللي يسبق هذا الوزير ايضا كانت امدادات الغاز منقوصه واصله لل 5 مليون متر. ارجع القبلة وارجع على قاسم الفرداوي. يعني هو هذا تحدينا ست سحر، هو تحدينا قديم جديد. بالتالي اليوم ليش اكو تراجع بساعات تجهيز الكهرباء؟ غاز وطني غير كافي يسد لسد الحاجه، غاز ايراني مورد منقوص، الجانب الايراني يطلب امواله، الاموال مودعه بالتي بي اي، ابو التي بي اي ما يقدر يوصل.